سيدنا مش يعني اخويا اطلاق خرجه يا اي اخويا ما كان اخويا تشي خرجه ما جات شي بعدين بعض ماشي انا بالنسبه لي ما كاين والو عيب ما جات ربا بعد شي حاجه انا ما براسيش صراحه علاقه لك شي وقع واش بصح ولا لا واش واش وقع ديال الطلاق ديال الطلاق ديال الزوجه ديالك كاين والو اخويا لا مش حاجه سيدنا مش حاجه اخويا شي اطلاق خرجه يا اي اخويا لكن اخويا تشد خلاص تسول ما جات شي بعدين بعض ماشي انا بالنسبه لي ما كاين والو عيب ما جات ربا بعد شي حاجه انا ما براسي وعزيز عليا بزاف والحمد لله حنا يا اللهم لك الحمد حنا عايشين السعاده الحقيقيه اللهم لك الحمد بكل تواضع ومتفاهمين وكيفهمني من الشوفه وكنفهمو من الشوفه وهذا هو اللي مهم وكيتحملني وكنتحملو باخطائي وباخطائه وحنا غاديين وهذه هي الحياه واش نقول لها عندها بسعيد شكرا توفيق دائما ان شاء الله ونزيد من التعلق والنجاح ونادر الحب ديالي والروح ديالك لا لا خطك حبيبي انا كلمه واحده اللي غادي نقول للشعب المغربي كله ابتسم الابتسامه صدقه والابتسامه راحه والابتسامه حب نقول للمراه بانك كتستاهلي دائما تكوني يعني الحب ديال اي واحد ديال الابن ديال الرجل ديال احبابك ديال الاهل ديال كلشي لان كلمه حب كلمه معبره وكلمه عميقه وكلمه اللي كتحمل بزاف ديال المعاني فالحب هي السعاده هي الحياه فكنقول للمراه المغربيه كتستاهلي كل خير ودائما المراه المغربيه مراه مجتهده مراه اللي كتحمل مراه اللي كتصبر مراه اللي كتجتهد مراه اللي كتحطيها في المكانه ديالها وكتحمر لك الوجه فين ما حطيتيها ما شاء الله عليها دائما متألقة وملا شيء كتخلق لك أشياء.